تقول انتشرت مقولة تقول إن الرجل الذي لا يتزوج للمرة الثانية فهو آث وليس مقيما بسنة أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول أيضا وعندما رجل تزوج للمرة الثانية وهو أخ ملتزم في الدين ووالدته قالت له إنني غاضبة عليك ولم أرضى عنك ولا تحضر وفاتي، والسبب أنه تزوج للمرة الثانية وهو يقول أنا لم أغضب ربي ولم أفعل حراما، فليس عندي شك في أن ما فعلته مباح. نجهون حول هذه القضية جزاكم الله خيرا. أما الزواج امرأة ثانية وثالثة ورابعة هذا إلا أباحه الله بشرط أن يقوم بالعدل بين الزوجات في النفقة والسكنى، والنفقة والسكنى والكسوة وما تتطلبه النفقة بالمعروف. فمن كان يستطيع أن يقوم على الزوجات بالإنفاق والإسكان والكسوة والقسم بينهن النبي فإنه يباح له أن يتزوج امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة. قال تعالى فامسكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا أمر إباحة. وأما أنه مستحب فهذا لا دليل عليه، فهو من المباحات التي أباحها الله سبحانه وتعالى، ومن فعله فلا إثم عليه ومن تركه فلا إثم عليه، بشرط كما ذكرنا أن يستطيع العدل الذي أمر الله تعالى به، وهو العدل في المعاملة والإنفاق والمبيت. أما العدل في المحبة وميل القلب فهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، مراد بذلك العدل في المحبة، لأن محبة القلب ليس في يد الإنسان، وإنما هذا الشيء يجعله الله سبحانه وتعالى. وأما أنك تزوجت بأخرى وغضبت عليك والدتك فهذا فيه تفصيل. إن كنت تزوجت امرأة صالحة وليس عليها لا حرج في دينها وعرضها فلا حرج عليك فيها، لأنك عملت عملا مباحا لك وليس لوالدتك عليك الاعتراف فيه. أما إن كنت تزوجت زوجة غير مناسبة تسيء إلى والدتك أو أنها غير ملتزمة عليها ما أحد في دينها أو عرضها فلوالدتك الحق في الاعتراف، وأنت تكون عاصيا لها في هذا الأمر، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تطلب المسامحة من والدتك. فالحاصل أن اعتراف والدتك على زواجك بامرأة أخرى فيه تفصيل، إن كان ذلك بسبب أن المرأة التي تزوجتها تسيء إلى والدتك أو أنها غير مستقيمة في دينها فلوالدتك حق الاعتراض وأنت تكون عافيا بذلك. أما إذا كانت المرأة مستقيمة وليس منها شر على والدتك وإنما هو بدافع غيرة النساء فلا حرج عليك في ذلك، وبإمكانك أن تقنع أمك وأن تترضاها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.